بسكوت شوكولاته قابله، شوكولاته سايحه، حط ميه مغليه ونهدي النار خالص وتسيح بقى زي ما هي عايزه. تعالوا بقى هنا عندي بسكوت وعايزه اعمل جاتوهيه كده لذيذه. هاخد البسكوت اكسره، هعمل حاجه صغيره ماشي. حط عليها شويه جوز هند مثلا، انا عامله حوالي 4 كوبايات من البسكوت عليهم حوالي 1 كوباية جوز هند، وحوالي هنا كاكاو معلقتين كبار ماشي. واطحنهم الاول، ما فيش هنا غير البسكوت وجوز الهند وكاكاو. حط بقى لبن مكثف انت عاملاه او شارياه، ما فيش مش مهم، ممكن نشتغل بالكريمه بس. حط شويه بسكوت لانه اتطحن قوي. طحنت كده ليه؟ انا عايز البسكوت يبقى باين. وادي الكريم شانتيه، تعالوا بقى نلمهم. يعني عايز احط لبن مكثف اوكي، مش عايزه لو ما عندكيش، مع انه هو يعني عمايله سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. نعجن ده كله كده، نعمل حاجه حلوه كده بسيطه خالص قبل رمضان بقى وحلويات رمضان. شويه جوز هند، شويه فورمايستر كده، كتري جوز هند، وبعدين نزلي ده كله كده هنا. خلاش سميكه قوي ولا رفيعه قوي، معقول. نحاول نسويها. هنحط شوكولاته سايحه او صوص شوكولاته